والموضع الثاني على الصابرين. شل أجر العظيم إذا الله بعظمته يصلي على الصابر المحتسب اللي فوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، يشوف الفقد أمامه، يشوف الحبيب يدفن أمامه. صحيح الإنسان يبكي، الإنسان مو قطعة جماد، البكاء مباح، الحزن مباح، بس لا يصل إلى الجزع، يكون عنده صبر، عنده تجلد، عنده توكل على الله تبارك وتعالى. وإحنا شقد ما شفنا مصائب، لو شنو ما نفقد في هذه الدنيا، أسألك بالله إنواسي أو يعني نقارن مع مصيبة واحدة من مصائب زينب عليها السلام؟ شقد إحنا عندنا لو نفقد ما نفقد، فقدنا أحبة، بلى فقدنا أحبة، لكن أول ما فقدناهم نادى المنادي على دفنهم، شوف الناس تهرع من كل مكان، هذا يغسل، هذا يكفن، هذا جايب نعش، هذا يحفر قبر، هذا يسلي الفاقدين وياخذ بخاطرهم بأحضانه. وأسألك بالله زينب دفنوا أخوها؟ دفنوا الحسين؟ تنادي على جسده تقول والله لو ترخصوني أني أنزل القبر بإيدي وأحفر إلى قبر، ادفنوا أخوي. قال ابن سعد لبوا نداء زينب، سكنوا خاطرها، ندفن الحسين؟ قال لا، عشرة من الخيال يركبون على عشرة من بنات الأعوجية وردوا جسد الحسين أمام زينب. والله لو نجمع مصائب الدنيا كلها ما تعادل رض جسد الإمام الحسين. وظل الزينب حاطة إيدها على خدها، أنا أبغي أوديك إلى الشام من هذا المشهد، حطت إيدها على خدها تقول والخيل تصعد وتنزل من على جسد أخي الحسين. متحسرة شو تقول بلسان حال؟ هذا إليكم أنتم يا الفاقدين، ها هذا البيت إليكم. تقول لي مات الفتى المعزوز ياه تصير زلزالة، والله زلزالة يا ناس تفصل اجفانة وناس تجيب شيالة، بس حسين تجهيزه يدوس الشمر. بعد 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 شو تقول زينب؟ تقول سمعنا الميت لمن مات أولاده يغمض العين، قطرة ما يسقونه ما غير الشهيد حسين، بدال الماء يجل جمال وقطع منه الكفين. بعد أوديك إلى أي مصيبة؟ هذه أيامها زينب، ترى هذه الأيام زينب متحيرة بأيتامها، دخلوها إلى الشام. زين العابدين يقول ودونا إلى خربة وإذا برجس لعين قد جاءنا بحبل طويل. أقول له شو تريد؟ قال أريد أن أضع الحبل على عماتك وأخواتك. قال ماكو أموي يضع يد على علوية، أنا أربط عماتي وأخواتي، ساعد الله قلبك إمامي. تقول الرواية وقام الإمام يضع الحبل في يد امرأة ويضع من خلفها طفل أو طفلة حتى يحمي الأطفال من ضرب السياط. خلص النساء والأطفال، صاح زين العابدين أبقيت واحدة ما وضعت عليها الحبل؟ وإذا بصوت مبحوح من خلف، بلا عمتك زينب ما خليت الحبل علي يما. تقول الرواية أراد أن يضع الحبل على يد عمته زينب فتهاوى الحبل من يده وسقط على الأرض. عما لا طاقة لي يا زينب، انت مدللة أمير المؤمنين، أخلي الحبل على إيدك؟ لا يا عم. قالت لا عليك يا ولدي، أنا أضع الحبل على كتفي. وقدموا زين العابدين ولفوا الحبل على رقبته
وحركوهم سحبوهم سحب كالأغنام تقول الرواية، وقاموا يجولون بهم بالطرقات والناس يتفرجون عليهم. زينب تشوف الناس يتفرجون، ايش قالت الى السايق الى الحادي الى الرجل؟ تقول له خذ جانب يا حادي العيس، بالله لا تمر بالناس، كل الناس تعرفني بتحيدر واخت عباس، علي صعبة يشوفوني على ناقة ومهبط الراس، وأدخلوهن إلى ذلك المجلس. دخلت زينب إلى المجلس أمام الرجال، بلى يا حبيبي دخلت زينب مربوطة بحبل مع أخواتها، دخلت المجلس وإذا تشوف راس الحسين منصوب، راس أبو فاضل منصوب، قامت تحاكي أخوانها تقول خويا خويا بس هاي ما كانت على البال، والله بس هاي ما كانت على البال، أطب بمجلسه وبزندي حبال، خويا خويا طبينا والديوان معقود، وشماتنا بالمجلس قعود، أني عتبي على مقطوع، عتبي على أبو فاضل أخويا جابني من المدينة ضارب على صدره، ش عندك ويا أبو فاضل زينب؟ هذاك ينادي أيكن زينب، أبيات الدعاء وأسألك الدعاء، تقول أيكن زينب؟ النساء أحطن على زينب حلقة واحدة وهي تستر وجهها بالكف، التفتت إلى أبو فاضل قالت قوم برايتك غطيني عباس، والله قوم برايتك غطيني عباس، خدري انهتك بعدك يا أبو فاضل، خويا خويا مو ستر الله ستر شلون ينشاف، يا العزيتني بذيك المحامل. هذا البيت قاسي عليك اعرف، بس اعذرني بلسان حال زينب تخاطب اخوها تقول اخويا مو ستر الله ستر شلون ينشاف، يا العزيتني بذيك المحامل، اسمعني تقول له ظل يركض ورايا الشمر يا اخوي، والله صوته من الظهر للمت النازل، آلي توجهت الى ناحية المدينة، شوف راس الحسين وراس ابو فاضل توجهت الى المدينة، شعدها ويا المدينة، قالت يما يما تعالي يا محزن لي تعالي، وشوفي كربلا سوت بحالي بحالي، راس حسين يتهشم قبالي، راس حسين يتهشى، هيا مقبالي، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا، إلهي